هاي everyone، انا ميري صيدلانيه من كندا. هكمل الفيديو اللي انا عملته عن واحات سيوة. الفيديو النهارده هيكون عن الرحله العلاجيه لواحات سيوة. انبهاري بالماده العلميه اللي انا ما كانتش سهل ان انا احصل عليها. طبعا انا بشكر في الاول اللواء عصام عبد الغني رئيس مجلس مدينة سيوة طبعا على اهتمامه ودعمه للهيئة الكندية للتراث المصري. بشكر جدا دكتورة نشوى علام بمساعدة التيم وورك منظمة عافية، لان هي طبعا الدكتوراه بتاعتها كانت عن واحات سيوة ورمال سيوة، فطبعا لولاك يا دكتور انا ما كنتش هقدر ان انا اطلع بالفيديو ده. فطبعا بشكرك جدا، لان انا كمان تعبتها كتير باسئلتي ويعني وجعت دماغها كتير، وفرق التوقيت بين كندا ومصر، وهي استحملت الكلام ده كله وادتني كل المعلومات اللي انا محتاجاها، واللي ما كانتش عارفاه كانت بتقولي انا هسال فيه، وكانت فعلا بتديني المعلومه اللي انا يعني احس ان انا مقتنع او راضيه بيها. فثانك يو. تعالوا نبتدي الفيديو. واحد سيوة من الاماكن اللي انا شايفه ان هي تستحق ان احنا كمصريين نتكلم عنها كتير ونشجع السياحه فيها، لان هي مش حاجه خيال ولا حاجه يعني، هي واقع، هي واقع علمي كيميائي طبي. يعني لو هنتكلم او هنشوف المادة العلمية هنعرف ان هي فعلا تستاهل ان احنا نجربها ونتكلم عنها ونطلع اعلانات اكتر عن الحاجات اللي هي الخير اللي موجود في مصر. طيب اول حاجة اتكلمت مع دكتورة نشوى عن واحد سيوة، قالت لي ان هو الجيوغرافيكال لوكيشن بتاعتها ان هي بيلو السي ليفل، تحت مستوى سطح البحر. فقلت لها طيب ده هيفيدني انا بايه؟ قالت لي ده هيخلي الجو او بيخلي الجو ان هو دراي، ناشف وهوت. فطبعا اول ما قالت لي كلمه هوت يعني ناشف وجاف، قلت لها جاف وناشف يعني حرق على طول، يا بنتي كده بتحرقي لي جسمي. قالت لي لا، ما هو اللي بيميز واحد سيوة بتكون حاجه اسمها البورس سيستم اللي موجوده في الساند، في الرمل. الرمل الطبيعي ان درجة حرارة 40 او 45 درجة، لو انا دفنت نفسي فيها مش ربع ساعة او تلت ساعة، خمس دقايق، الطبيعي انها هتحرق لي جسمي. لكن عشان يعني بنقول ان دي حاجة احنا يعني حاجة ربانية كده جاية لنا، السيستم او الرمل اللي موجود في واحد سيوة بورس سيستم لو كوندكتيفيتي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الرملة او حبيبات الرمل اللي موجود في واحد سيوة بيخترقها الهواء، فتقدر توصل لك حرارة عالية وفي نفس الوقت ما تحرقكش. وطبعا دي حاجة يونيك جدا او مميزة جدا لواحات سيوة او في رملة واحات سيوة. ده رقم واحد او رقم اتنين، يبقى اتكلمنا عن الموقع الجغرافي، اتكلمنا عن الرمال او البورس سيستم، ان ازاي الموقع الجغرافي بيخلي الجو سخن وناشف، واتكلمنا ان كمان مش معنى كده ان هو بيحرق لي جسمي، لان هو بورس سيستم يعني بيدخل الهواء او فيه هواء بيكون موجود مع الحراره، فما بيوصلش الحراره للجسم بالطريقه اللي هي تحرقه. طيب تالت حاجه واهم حاجه انا سالتها فيها، قلت لها طيب دلوقتي انت بتقولي لي ان ده ممكن يشفي امراض زي العجز الجنسي، زي العقم الانفيرتيليتي، بعض امراض السكر، الكوليسترول، الناس اللي عندها كوابيس وديبريشن واكتئاب، وجع العظم والروماتويد ارثرايتس، النقرس، بعض الحاجات، يعني بتقولي لي حاجات يعني. طيب ازاي الكلام ده بيحصل؟ قالت لي دلوقتي انا لما بدفن نفس او بندفن الشخص في الرمله بيطلع عرق كتير. العرق ده بيكون فيه مادة حمضية، المادة الحمضية بتتفاعل مع المواد اللي موجودة في الرملة. زي ايه المواد دي؟ زي الكالسيوم، المغنيسيوم، السيليكون، الكربون، حاجات كتيرة. الحاجات دي حتى بتتجمع على بعضها بتكون على هيئة مثلا كالسيوم كربونيت، حاجة اسمها الدولاميت، الكالسايت، كورتز، بتبتدي تعملي حاجة زي كريستالات. المواد اللي موجودة في الرملة بتتجمع وتعمل حاجة زي كريستالات. طيب دلوقتي انا عايزة الكالسيوم على هيئة الايون فورم. يعني ايه؟ نفتكر كده الكيمياء والحاجات دي، في مثلا يقولك المغنيسيوم بيكون عليها اتنين موجب او اتنين بوستيف. انا محتاجة العنصر او الاليمنت ده يبقى فري، يبقى حر،
ما يبقاش معاه مثلا مادة الكربونيت، ما يبقاش لازق في حاجة تانية، عشان يقدر العنصر ده يخترق الطبقات العميقة من جلدي، وده مش هيحصل إلا لو كان فري. طيب هيبقى فري ازاي؟ هعمل ايه في المواد اللي معاه؟ المواد اللي معاه العرق اللي بيطلع، اللي بيكون فيه مادة حمضية، بيكسر او بيعمل حاجة اسمها الديسوليوشن، فبالتالي بيحصل تفاعل بين الحمض اللي طالع من السويتنج من العرق عندي مع المواد او المعادن اللي موجودة في الرملة، فبيطلع لي في الاخر المعدن فري. لما بيطلع فري ده بيخترق الابيدرمس لاير اللي هي الطبقة الاولى من الجلد، ويأبزورب ويمتص كمان من الطبقة التانية من الجلد اللي هي طبقة الديرمال أو الديرمس لاير. وطبعا دي الطبيعي إن أنا عشان أوصل لحاجة زي كده في الطبيعي هستخدم إبر، هستخدم مايكرو نيدلينج، يعني هستخدم حاجة عشان أقدر إن البورز تبقى مفتوحة لدرجة إنها توصل العناصر دي تحت أو تنزل لطبقات عميقة من الجلد. إحنا عندنا حاجة ربانية، العرق اللي بيطلع التلاتة أو الأربعة لتر مية اللي بيطلع من جسمك مليان سموم، ده بيكون enough او كافي ان هو يفتح الجسم وان هو يقدر يستقبل المواد اللي هي الفعالة او الحاجات الاليمنتس الموجودة في الرملة. فعشان كده بيقولك ما تستحماش مثلا لمدة 3 أو 5 أيام. البروتوكول اللي هتلاقوه على الإنترنت فأنا مش عايزة أتكلم عنه، لأنه هتلاقوا فيديوهات موضحة جدا، وتدخل الخيمة تبقى لابس حاجة طبعا عشان ما تعرضش للهواء، لأن لو تعرضت للهواء جسمك بيبقى مفتح، ممكن الحالة تسوء أكتر. فطبعا الكلام ده كله هتقدروا تشوفوه على الإنترنت. وتاني بيكون من 3 لـ5 أيام، بيكون معاك طبعا طبيب أو تحت إشراف طبي، أنت ما بتروحش من نفسك مع ناس، لا أنت معاك ناس محترفة، ناس متمكنة، ناس فاهمة إنه في حالات زي مثلا الناس اللي عندها السكر أو الضغط أو الكلام ده كله، بيتقاس السكر والضغط قبل وبعد وأثناء والكلام ده كله، بيكون في طبعا رقابة طبية وقت عملية الردم. فطبعا الموضوع ده ما فيهوش أي قلق تماما. طيب هنتكلم شوية على، يعني ده خلاصة الفكرة بتاعت سيوة. في بعض المعادن مثلا زي ما قلت حاجة زي المغنيسيوم، حاجة زي الكالسيوم. فمثلا الكالسيوم احنا عارفين ان هو مهم مثلا في النيرفس سيستم، الاعصاب، في الماسلز، في العظم. وجود معاه فيتامين دي، طبعا احنا عارفين ان الفيتامين دي اللي هو البرو هرمون اللي انا بجيبه من الشمس، من اليو في بي، فطبعا ده بيكون ليه فايدة ان هو بيزود لي امتصاص الكالسيوم. فطبعا يعني الفوائد كتيرة جدا. قال لك مثلا، وطبعا مفيد للقلب. المغنيسيوم اللي موجود احنا قلنا زي مادة الدولامايت اللي هو السيليكون دايكسايد او كالسيوم مغنيسيوم كربونيت، فمثلا مادة زي المغنيسيوم فقالك طبعا ده فايدتها حلوة في الميتابوليزم بتاع الفات، فطبعا ده بيبقى كويس للقلب، بتكون مفيدة للناس اللي عندهم مشاكل في القلب. اتكلمنا عن فيتامين دي، طبعا لو تفتكروا وقت الكورونا فيروس دكاترة كتيرة كانوا بينصحونا، بيقولك خد فيتامين دي لأنه ليه يعني بيأثر أو بيتفاعل أو بيكون ليه دور في الجهاز، تقوية الجهاز المناعي في الجسم. طبعا الناس احنا عارفين الناس اللي عندها نقص فيتامين دي طبعا ده بيسبب أمراض كتيرة زي وجع العظم والأوسيوبيروزيس، هشاشة العظام. بيسبب ساعات، بيخلي الناس يبقى عندها السكر وتعتمد على انسولين، انسولين ديبندنت ديابيتس. فطبعا الناس اللي عندها روماتويد ارثرايتس، ففي يعني حالات كتيرة بتكون، مش هتكلم على الكساح والكلام ده كله، نتيجة نقص فيتامين دي. طيب احنا كبعض الحالات اللي هي زي الروماتويد ارثرايتس او التهاب العظم والكلام ده كله، احنا عارفين ان هو نتيجة، يعني اغلب الاحيان بيكون عندي مشكله في البريفيرال سيركوليشن، في الدوره الدمويه. فطبعا المساج والهواء السخن بيعمل حاجه اسمها فازو دايليشن، فبيخلي السيركوليشن والدوره الدمويه يعني ماشيه كويس جدا مع السموم، الثلاثة أربعة لتر ميه اللي طالعين سموم من جسمي، فكل ده بينقي وبينظف الجسم، فطبعا بيعالج لي حالات كتيره جدا جدا من التهاب المفاصل اللي احنا عارفين كدكاترة وكصيادلة انه تقريبا التهاب المفاصل ملهوش علاج. هتلاقي اغلب الناس بتاخد او بندي انتي انفلاماتوري، حاجات مضادة للالتهابات، فيموفو ونابروكسن والعيلة دي، وبندي طبعا معاها عشان تحمي معدة المريض، لانه احنا بنصلح حاجة فبندمر حاجة تانية، فبنضطر ان احنا ندي دواء تاني عشان يقي للمريض او نحمي معدة المريض. وطبعا الناس اللي بتبقى عندها الضغط عالي
والادويه دي طبعا الانتي انفلاماتوري ومضادات الالتهاب اللي بعالج لهم العظم بتزود الضغط لما بستخدمه لفتره طويله، فطبعا الدنيا ما بتبقاش قويه او واضحه قوي، بنضطر كمان نقول لهم طب خدوا ماده الجلوكوزامين او الفيتامينز او الكوندرو او الكلام ده كله والام اس ام والحاجات دي عشان تساعدك في العظم والكلام ده كله، بس طبعا ما بنسمعش عن معجزات بتحصل يعني بالادويه دي. طبعا في حالات يعني بتحتاج الانجكشن والتدخل الجراحي والكلام ده كله، لكن في حالات كتيره جدا ممكن تتعالج ان انا لو رحت واحات سيوه واخدت البنفيتس والفوائد اللي موجوده في الرمال دي. في طبعا حاجة اسمها الهولستيك افكت جاي من هولي، هما بيعتقدوا ان بعض الستون او بعض الاحجار ان هي بتشلي الطاقة السلبية من جسمي، فالدرجة بيقولك ان انت ممكن تمسك حجر من الاحجار اللي بتتكون في الرملة دي وانك مثلا تقول له شلي الطاقة النيجاتيف اديني طاقة ايجابية. في ناس كتيرة بتعتقد ان ده كمان بيكون بيقف قصاد البلاك ماجيك، فده طبعا حاجة كويسة، فان هو بيديني طاقة ايجابية وبيقوي الذاكرة عندي والكلام ده كله، which it makes sense لانه تاني الدورة الدموية لو شغالة عندي كل حاجة هتشتغل عندي. فطبعا ده من الحاجات اللي اتكلموا عنها. اتكلموا طبعا عن الكورتس، الكورتس اللي هو السيليكون دايوكسيد، السيليكون دايوكسيد اللي موجود في الرملة طبعا ده ليه علاقة، موجود في الصحراء، موجود في الرملة، موجودة في أماكن كتيرة. بيقولك طبعا هو بيساعد في الذاكرة والميموري والحاجات ده، يعني بص احنا كله بيلف في نفس الموضوع. الكالسايت اللي هو الكالسيوم كربونيت اللي هو بيساعد في تكوين البون العظم والكلام ده كله، والدولامايت اللي انا قلت عليه كالسيوم ماجنيزيوم كربونيت ان هو بيساعد ان هو بيطلع يعني السموم من الجلد والكلام ده كله، بيعالج اللو كالسيوم ليفل اللي هو الناس اللي عندهم الكالسيوم قليل، هشاشة العظام، الناس اللي عندها كمان ضربات قلبها سريعة بس القلب كويس. ففي يعني بعض الحالات اللي هو مش بنلاقي لها حل، الاوبستي، التخن والكلام ده كله، يعني الناس اللي عندها عجز جنسي والفيرتيليتي والكلام ده. اخر حاجة هقولها ان في باحث كيميائي عمل اخد شوية من الرمال بتاعت سيوة وابتدى يشوف المنطقة والكلام ده كله، فلقى مادة اسمها الريدون. دي حاجة زي غاز او راديو اكتيف غاز، ده موجود في يعني ليه فوائد كتيرة بس لو زاد عن نسبة معينة ممكن يعمل سرطان. احنا موجودة النسبة المعينة او النسبة المفيدة جدا موجودة في الرمال او موجودة في الجو بتاع رمال سيوة. الناس دي ناس شاطرة جدا، لانه لو فتحته او عملتوا جوجل على الانترنت هتلاقوا اوكرانيا، اكتبوا ريدون سبا او سيرابي ان اوكرانيا، هتلاقوا في اوكرانيا الناس اللي هتلاقوا عند اللي عندهم يعني بيعملوا حمامات كاملة بيخلوا الناس انها تدخل لمدة معينة تتعالج بحاجة اسمها ريدن سيرابي. وطبعا قالك يعني الباحث الجيرمان من سنة 1966 حاجة زي كده قالك انا شفت حالات انها اتعالجت، حالات عقم، 3 حالات قدامي الناس دي بعد كده خلفت. فالناس دي لو عندها مادة واحدة بتلاقي آلاف الناس من العالم كله بيجوا أوكرانيا في الريدن سبا ده عشان خاطر ان هم يتعالجوا من العقم والكلام ده. احنا عندنا مش مادة واحدة، احنا عندنا 7 أو 8 مواد موجودين في واحات سيوة، اللي انا لو قعدت اتكلم عنها ساعات مش يعني فعلا هتكون حاجة مبهرة. يعني الحاجات دي يا جماعة مش خرافات، الحاجات دي مواد علمية كيميائية طبية موثقة، اتعمل عليها أبحاث يمكن ما تسلطش عليها الضوء الكافي، لكن أنا يعني فعلا يعني فعلا يعني المسج بتاعتي الأخيرة إن أنا بقول لكم إن أنتوا عندكم حاجة فور فري. احنا عندنا هنا بندفع مئات الدولارات عشان نقعد 10 دقايق في الجو بتاع واحات سيوة عشان نتعالج بأسعار عالية جدا. انتوا عندكم الحاجات دي موجودة اماكن كتيرة فور فري تقريبا، بتقعدوا مش ربع ساعة او نص ساعة، انتوا ممكن تقعدوا 3 أو 5 أيام، والفوائد بتكون طبيعية ملهاش اعراض جانبية، بتكون تحت اشراف طبي،
فطبعا حاجة زي كده حاجة مفيدة جدا، بدل ما انت عمال تاخد أقراص ملهاش أي لازمة، أو بتاخد أقراص كتيرة وبرضو مش شايف الريزلت أو الإفكت، بتاخد حاجات توجع لك معدتك عشان تعالج حاجة تبوظ حاجة. فأنا شايفة إنه 3 أيام يعني it worth it، إنك تستحق إنك تروح أو تبعت باباك أو مامتك أو جدتك أو الناس اللي هي اللي عندها خاصة آلام المفاصل وتعبانة أو الكلام ده كله، إن هي تاخد الفرصة إنها تطلع في رحلة علاجية لواحات سيوة. أنا شخصيا لما أنزل مصر إن شاء الله قريب، يعني أول مكان إن أنا هروح هيكون واحات سيوة، لأن حتى لو أنت يعني ما تعالجتش من الحاجة اللي أنت رايح عشانها، تخيل إن أنت كم 3 أو 5 لتر مية مليانين شوائب بيطلع من جسمك، وطبعا بتتعوض بحاجات تانية هما بيدوها لك طالعة من جسمك، فطبعا دي حاجة أكيد أكيد هيكون ليها فوائد كتيرة، حتى على الجلد على الجسم على الكلام ده كله. انتظروني فيديوهات كتيرة عن واحة سيوة، مصر فيها خير كتير. تحيا مصر.